لاش تتكذب بالنسبه لذاك اللي تيكذب؟ لاش تتكذب؟ علاش الانسان تيكذب؟ خلينا كاع سالين احنا الدرس هذا الليله. علاش الانسان تيكذب؟ هي راه غنشوفوا السيمانه الجايه الى طول الله العمر متنا دعوا معنا. علاش الانسان تيكذب؟ بقاتنا واحد ثلاثة دقائق ان شاء الله تعالى نشوفوا هذه القضيه وهات مغدو تخلعوا عاوتاني. علاش الانسان تيكذب؟ شنو راه يدفع الانسان يحيى؟ علاش الانسان تيكذب؟ صافي لابد من الجواب يبد. قلنا لك سميتك باش يبان، يعني كيكذب مثلا باش يبين المنزله ديالو او المنقبه ديالو واخا هو ما عندوش، راه انا اللي درت وانا اللي درت. مزيان زيد. خوف من شي واحد كيسول، خوف مثلا من من القدر ديال هذاك الشخص لا ينزل به مثلا عقابا. انت اللي هزيتي هذه، لا انا ماشي انا اللي هزيتها، خايف لا ياكل العصا كيقول ماشي انا. علاش غيكذب الانسان؟ زيد. ضعف الشخصيه. زيد. الحاجة لتحصيل مال أو مصلحة، يقدر الإنسان يكذب. طيب باش يخرج راسه من شي مشكل، لكان في شي حالة يخرج راسه ما لقاش لا تخريجة يكذب. للحصول على مصلحة معينة، قد تكون مادية وقد تكون معنوية. طيب هذه الأمور كلها اللي ذكرناها يحصل بها الإنسان دنيا، سواء غادي يهرب من مرهوب أو لا غادي يحصل مرغوب. إما أن يحصل مرغوبا أو يجتنب مرهوبا، إما خايف من واحد العقاب أو لا بغي يحصل واحد المصلحة. هذا الشيء علاش الإنسان عموما تيكذب. والخوف من المرهوب وتحصيل المرغوب بالنسبة للكاذب كلها أمور متعلقة بالدنيا. طيب موقفك مع الله عز وجل وأنت كاذب، حيت ملي كتم جاي عن سيدي ربي كتم جاي اشنو مقيد لك عن سيدي ربي؟ هنا ملي كذبتي بنتي واعر وقالوا عليك الناس واعر، مجهد ظريف، الله عمر ليه الدار بخير، دار معنا ديك الخدمه، سلك لينا هذه، ما دارش لينا كذا، هذه كلها امور كتقيد عندك هنا. ولكن عندنا في الحديث الصحيح قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والكذب، قال في الاول عليكم بالصدق، وفي الثانيه في الجزء الثاني من الحديث قال واياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. أش قال من بعد؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب فين؟ عند الله. هذه هي اللي شوية صعيبة، حتى يكتب عند الله كذابة. إذا تكتبتي عند الله كذابة طبعت أمشيتي عند الله من الكذابين، حيت ما جاتش غير هكذاك مره ولا جوج. قال لك ولا يزال الرجل في الاول شنو؟ يكذب، جاته حلوه وسلكاته، تيعاود في الثانيه وتتسلكه، تيعاود في الثالثه، من بعد اش كيبدا يطرا؟ ويتحرى الكذب، يعني تيقلب على الكذبه فين ما كاينه ويجيب بها المصلحه. يكذب في الوراق ويكذب في الضريبه ويكذب في الديكلاراسيون ديالو ديال الفيسك، ويكذب على والديه، ويكذب على المراه، ويكذب على الباترون، ويكذب على الناس في الجامع، ويكذب ويكذب ويكذب، كيولي يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. وما اقبحها. دابا ملي كنقولوا مسيلمه حداها مباشره كذاب، ولكن ملي كتقول ابو بكر اش كتقول حداها؟ الصديق. شوف هذا اش تطبع ليه، وشوف هذا اش تطبع ليه، وشوف انت شنو بغيتي تطبع لك عند رب العزه والجلال. بعد مشيئه الله عز وجل الامر بيدك. الأمر بيدك. ودير في بالك قاعدة، ليس هناك على وجه الأرض شخص ولا أسرة ولا جماعة ولا قبيلة ولا حزب ولا تنظيم ولا مؤسسة ولا تآلف دول يستحق أن تغضب الله عز وجل من أجله بالكذب. ما كاينش ولد المرأة اللي يستحق أنك تغضب الله على قبله هو بالكذوب، ما كاينش. قول داك الشيء اللي عندك بأدب وخلق وتحمل مسؤوليتك، كن راجل. الراجل قول اللي عندك، تلقى الأب غادي هو ولده وفي الطريق مجهود ووقت كيضيع، فاش جالسين تيطرزوا في الكذبة اللي غايقولوا للأستاذ علاش الدري ما جابش البارح مثلا جمع عطل ولا شي حاجة.
يا ودي جي عند الاستاذ وقول لي استاذ اسمح لي الله يجازيك بخير، راه البارح سهرنا جاو عند الناس وسهرت معاهم شي شويه ما ضبطش وقتي وصبحت ناعس، بغيتي تسمح لي يا استاذ؟ مرحبا. كان شي عقوبه ولا شي حاجه انا مستعد نتحمل مسؤوليتي. كن راجل بالادب وبالصواب كما يليق، ولكن اللي عندك قولو، تكذبش، حيت هذا اللي غندغ